فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك؟ فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذا قال قائل إن غير المخلص في عبادته قد يستفيد من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قوله أسعد اسم تفضيل، فيكون المعنى أسعد الناس بالشفاعة المخلص، لكن غير المخلص قد يستفيد منها، كيف نجيب على ذلك وفقكم الله؟ خالصا من قلبك، إذا كان غير خالص هذا على قسمين: إما أن يكون شركا أصغر، وهذا لا يخرج عن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مؤمن مسلم، أما إذا كان غير خالص يعني شرك أكبر فهذا ليس له شفاعة عند الله سبحانه وتعالى. نعم.